متواصلين أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بانطلاقة هذا الشوط نشاهد وإياكم اندفاعة هذه اللقاية. المسافة هي 4 كيلومترات. نتابع أشواط أصحاب السمو الشيوخ والسعادة، نشاهد وإياكم اندفاعة هذا الشوط وانطلاقة المقدمة. هناك هيبة على المركز الأول لهجنم الزبار وبقيادة متعب المضمرين، من حقق الأشواط الرئيسية هنا علي بن سالم الصعاق. من يتابع هنا هيبة في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني نتابع مواثيق قادمة في هذه اللحظات. على المركز الثاني نتابع طموح لهجن أم الزبار وأيضا عند متعب المضمرين، يصل هنا في هذه اللحظات باندفاع الطموح وبمتابعة علي بن سالم الصعاق. المركز الثالث نتابع هنا المقدمة هيبة وطموح، من بدأت تنفرد انفراد تام مع هجن أم الزبار وبمتابعة علي بن سالم الصعاق أحد الشباب المبدعين في هذا العالم الساحر. نتابع المركز الثاني، نشوف القادمة هناك كيف لهجن أم الزبار وبقيادة زيد بن محسن بن ديلة، هنا رجل الخطوط النهائية. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات القادمة الوجبة هجن الشحاني وبقيادة البرنس جار الله بن عقيل المري. المركز الخامس نشوف اللي تسللت من العمق باندفاعها وانطلاقها في هذه اللحظات. من تنطلق نشاهد هناك ود لهجن أم الزبار وبقيادة حمد بن محمد بن جرحب، هنا يقدمها لنا الداب في هذه اللحظات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى هيبة اللي في المركز الأول، هيبة اللي في الصدارة هنا في هذه اللحظات. من تفرض أيضا هيبتها على المقدمة وعلى الصدارة. يا سلام يا سلام يا هيبة هجن أم الزبار وبمتابعة متعب المضمرين علي بن سالم الصعاق. من ينطلق برفقة هيبة ويندفع في المركز الأول، ولكن أرى في هذه اللحظات الاقتراب الشعارات وانطلاقها هناك. نشاهد هنا ما خلف المراكز الأولى من أسماء قادمة. المركز الثاني طموح على المركز الثاني لهجن أم الزبار، علي بن سالم الصعاق مع طموح على المركز الثاني. المركز الثالث نشوف القادمة هناك اللي يود هجن أم الزبار، حمد بن محمد بن جرحب، من يتابعها. المركز الرابع، المركز الرابع الوجبة لهجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن عقيل. المركز الخامس أول ندى في هذه اللحظات للغزيل هجن الشحانية، والذهبي يصل برفقة الغزيل ويغير وينطلق من مركز إلى مركز باندفاعة الغزيل. ما شاء الله تبارك الله، بدأت تغير، بدأت تنطلق مع هجن الشحانية. شوف اللي وصلت هناك أيضا بمتابعة بن سلامة، أيضا من تنطلق هناك مع هجن أم الزبار تسلل من الجانب الأيمن. نشوف وصولها في هذه اللحظات، تنطلق هناك بيان لهجن أم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، ولكن شوفوا اللي تدخلت شارة تدخلت وغيرت مباشرة إلى المركز الأول. هناك لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، حمد بن طالب بن عمارة، من يتابعها من يرافقها. ما شاء الله تبارك الله على ذا السير وعلى ذا الأداء المتميز هنا في هذه اللحظات، بينما هنا الغزيل لهجن الشحانية والذهبي سالم بن فاران. ولكن الله، شوفوا شارة انطلقت، شارة اندفعت بهذا الناموس إلى هالعين خالد لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. ما شاء الله عليها، عينها على التوقيت، عينها على الأداء المتميز بقيادة أحد المبدعين هنا حمد بن طالب بن عمارة، من قدم لنا الريم في جميع المحافل يقدم لنا في هذا الشوط شارة. تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهنئة لحمد بن طالب بن عمارة. المركز الثاني الغزيل لهجن الشحانية وبقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثالث هناك هامة على المركز الثالث لهجن الشحانية وبقيادة البرنس. المركز الرابع، المركز الرابع حظوظ لهجن أم الزبار وبقيادة المحنك. المركز الخامس
المركز الخامس صدى لهجن الشحانية وبقيادة البرنس. نتابع وإياكم هذا الشوط في هذه اللحظات. نتابع هنا ساعة الوصول والتوقيت الزمني 6:09:86 تهانينا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني، والتهنية لحمد بن طالب بن عمارة المري من قادها إلى خط النهاية الغزيل على المركز الثاني 6:13:52 تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. هامة وصلت على المركز الثالث قاطع المسافة في 6:16 10 أجزاء من الثانية تهانينا لهجن الشحانية، والتهنية موصولة للبرنس جار الله بن عقيل. تهانينا والناموس للجميع.